مزيد من التفاصيل والتوضيح والتحليل حول هذه الزيارة الهامة لرئيس دولة جيبوتي إلى مصر. ينضم إلينا عبر الهاتف السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير، أهلا بحضرتك على شاشة التلفزيون المصري. إذن هي علاقات متميزة تربط ما بين مصر وجيبوتي، يمكن البناء عليها وأخذها لأفاق أرحب في المستقبل القريب كما جاء في تصريحات السيد الرئيس. كيف ترى هذه العلاقات ما بين الدولتين؟ يعني طبعا كما أشار السيد الرئيس، زيارة رئيس جيبوتي لمصر بالتأكيد ردا على زيارة التي كان السيد الرئيس قد قام بها إلى جيبوتي في مايو الماضي. وهذه الزيارة في العام السابق كانت أول زيارة لرئيس مصري لجيبوتي، وجسدت تطلع كل من القيادة المصرية والقيادة الجيبوتية لتعميق العلاقات بينهما في إطار استراتيجي واسع. نعم. موقع جيبوتي الاستراتيجي جنوب مضيق باب المندب يجعل منها من وجهة نظر الأمن القومي المصري ذات أهمية استراتيجية قصوى. تأمين قناة السويس، تأمين المداخل الجنوبية لقناة السويس دوت حرتك من المصالح المصرية الحيوية، وبالتالي الأمن البحر الأحمر وأمن مضيق باب المندب من أولويات التعاون المصري الجيبوتي. نعم. جيبوتي أصبحت خلال الأعوام القليلة الماضية بتلعب دور استراتيجي هام في النظام الدولي. عدة قوى كبرى لها قواعد عسكرية في جيبوتي. نعم. بعد القوى الإقليمية بتوطد علاقتها مع جيبوتي. وطبعا نظرا لتاريخ العلاقات بين مصر وجيبوتي، مصر بتتجه بقوة ناحية دعم وجودها بشتى صوره في هذه المنطقة الهامة من المحيط الهندي والقرن الأفريقي. وقد أشار السيد الرئيس في كلمته في المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس جيبوتي إلى المناطق الجغرافية الحيوية من وجهة نظر مصر في إطار التعاون المصري جيبوتي، القرن الأفريقي، البحر الأحمر، الأوضاع في الصومال، الأوضاع في أثيوبيا، موضوع سد النهضة، كلها قضايا حيوية من وجهة نظر المصالح المصرية، سواء المصالح الآنية أو في المستقبل بعيد الأمد. وبالتالي هذه زيارة لها أهميتها الاستراتيجية، وطبعا هي بتنبئ بمزيد من العلاقات ومزيد من التعاون والتنسيق والتشاور بين مصر وجيبوتي في كافة المجالات، مجالات الدفاع، مجالات الأمن، مجالات مكافحة الإرهاب. كل هذا حضرتك بيصب في خانة المصالح المصرية. سيادة السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد من خلال كلمتي وخلال المؤتمر الصحفي على ثوابت في السياسة الخارجية، على ثوابت من شأنها أن تعزز قدرة التعامل والمضي قدما بهذه العلاقات إلى أفاق أرحب. أكد على زيادة الشركات المصرية العاملة في جيبوتي وبناء القدرات ودعم الأشقاء في جيبوتي وأيضا دعم الكوادر. كمان تم الاتفاق على زيادة التبادل التجاري. هذه أمور تحصل وتكون ما بين دولتين شقيقتين وما بين أشقاء في كل الدول، لكن جيبوتي دولة عربية وكما ذكرت لها خصوصية في السياسة الخارجية المصرية، وهذا ما دعا أن يكون هناك مذكرة تفاهم ما بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الجيبوتي بالإضافة لمذكرات التفاهم الأخرى. ما هي المجالات التي من الممكن أن تعزز قدرة مصر وجيبوتي على الانطلاق بالعلاقات المصرية الجيبوتية إلى أن تكون علاقات استراتيجية وعلاقات خاصة ومتميزة؟ يعني بداية السمة الأساسية في من ناحية تاريخية في العلاقات بين مصر وجيبوتي هي في واقع الأمر علاقات ذات طابع استراتيجي في المقام الأول. مصر طبعا تدرك من فترة بعيدة، تدرك الأهمية الكبرى لموقع جيبوتي
ولكن خلال الأعوام الماضية تم تعزيز العلاقات، وجاء بزيارة السيد الرئيس في العام الماضي لجيبوتي لتؤكد أن مصر أصبحت تبدي اهتماما أكبر في إطار الدائرة الأفريقية في سياستها الخارجية للأوضاع في القرن الأفريقي بصفة عامة، ولترسيخ علاقتها مع عدد دول صديقة في القرن الأفريقي كجيبوتي وإريتريا حتى مع والصومال وحتى مع أثيوبيا، بالرغم من الخلافات القائمة حول سد النهضة، لكن مصر بتنظر إلى القرن الأفريقي إن هو جزء لأمنها، لا ينفصل عن أمنها قوم. كلما استقرت الأوضاع الأمنية والأوضاع السياسية والفرص التنموية خدت حظها حضرتك على أرض الواقع في هذه المنطقة منطقة القرن الأفريقي، أي في هذه المنطقة الهامة من أفريقيا القرن الأفريقي، كلما ذلك انعكس إيجابا على 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 مصر، سواء من ناحية الأمنية أو من ناحية الدفاع أو من ناحية الأمن بصفة عامة. وده من القضايا اللي بتهم السياسة الخارجية المصرية، اللي هو تعزيز الأمن في ربوع القارة الأفريقية. طب سيادة السفير، أخيرا، ملف سد النهضة ورغبة مصر في التوصل لحل قانوني ملزم، هذا ما أكد عليه الرئيسين في هذه المباحثات. حضرتك يعني طبعا يعني في كل فرصة يلتقي فيها السيد الرئيس بأحد قادة القادة الأفارقة، نعم، السيد الرئيس بيحرص على تأكيد ثوابت الموقف المصري بالنسبة لسد النهضة، إن مصر مع بتؤيد تماما تطلعات أثيوبيا في التنمية، نعم، وفي توليد الطاقة، ولن تقف أبدا حجر عثر أمام تنفيذ هذه الخطط، لكن دون أن يمس ذلك الحصص، نعم، حصص مصر في النيل الأزرق، في إطار اتفاق تتوصل إليه الأطراف الثلاثة مصر وأثيوبيا والسودان، ويؤطر لمصالحهم ويؤمن مصالحهم الثلاثة في الاستخدام الأمثل، نعم، والآمن لموارد النيل الأزرق. وكل الدول من الممكن أن تستخدم هذه الأمور لخدمة يعني قضاياها وتنميتها. شكرا جزيلا وكل الشكر والتقدير لضيفي الكريم السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق.